أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز العناوين. بتعليمة ملكية سامية، تدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي متواصلة بمنطقة المحبس بمشاركة جيوش من مختلف الجنسيات بهدف تعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تطلق النسخة الثانية من برنامج نفي ولوج النساء ورجال التعليم للوسائط الرقمية من حواسيب وأنترنت. توزيع معدات لتسمين الفلاحي لفائدة تعاونيات الفلاحية بإقليم شفشاون قصد تحسين عملها وتطوير إنتاجها بطرق حديثة. أهلا بكم، والبداية من منطقة المحبس حيث تواصلت التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي 2021 التي تجري بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. محمد الوهيبي وفؤاد الحرش. منطقة جرير لبوي بجماعة المحبس التابعة للمجال الترابي لإقليم أسازاق والمتاخمة للحدود الجزائرية اختيرت ضمن المناطق التي احتضنت التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة. فضاؤها شهد مناورات عسكرية برية استعملت فيها أحدث المعدات التي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة. العملية تجرى بمنطقة غرير البويهي في إطار النسخة 17 من التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي. هناك عمليتان أساسيتان، الأولى تتعلق بالقوات المحمولة جوا والثانية بالأنشطة الجوية. بالموازاة مع هذه الأنشطة التي تعتمد العتاد الحقيقي، هناك تكوينات خاصة بالقوات المسلحة الملكية بتأطير المغربي الأمريكي. اليوم نجري تدريبات هامة، تمرير رائع بالنظر للمرافق التي نتواجد بها هنا في المغرب، فشركاؤنا المغاربة نتقاسم معهم نفس القيم ونعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الاستقرار وحل المشاكل. على بقعة شاسعة محددة سلفا تم اعتماد قاذفات الصواريخ المتعددة والبعيدة المدى والتي تفوق 120 كيلومتر استهدفت نقاطها بنجاح. تمرين عبارة عن محاكاة لاختبار الجاهزية وصقل القدرات. أعتقد أن أكبر فائدة يمكن تحقيقها في هذه المناورات هي السماح لشراكتنا بالنمو، مما سيتيح فهم قدرة نظام الأسلحة الجديدة، والأهم هو التأكيد أنه عندما يتم استدعاؤنا يمكن أن نكون هنا للمساعدة. وما شهدتم اليوم هو محاكاة لهجوم ناري محتمل، ما سيمكن من حصول تحالف جوي. منطقة جرير لبويهي بالمحبس شكلت ساحة ميدانية لتدريبات المغربية الأمريكية المشتركة المسطر لها في الأسد الإفريقي 21 و2000. هذا التمرين يرم بالدرجة الأولى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية وكذا التعرف على التكتيكات الحديثة والاستراتيجية الجديدة وكذا تقنيات استخدام المعدات المتطورة وتملك أدوات استثمارها. محمد الوايبي، فؤاد الحرش، من منطقة جرير لبويهي بالمحبس للأولى. أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية اليوم بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار يندرج في إطار جهود المملكة المغربية واستراتيجيتها الإنسانية للتعاطي الأمثل مع قضية الهجرة في الفضاء الأورو إفريقي وتعزيز حماية حقوق المهاجرين.
امتحانات الدورة العادية لنيل شهادة البكالوريا تدخل يومها الأخير بالنسبة لتلاميذ مسالك القطب العلمي والتقني والمهني، قبل أن تنطلق غدا الاختبارات بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل. وبلغة الأرقام، بلغ عدد المترشحين والمترشحات لهذه الاختبارات بجهة الدخل وادي الذهب ما مجموعه 2299 مترشحا ومترشحة. وكما في السنة السابقة تجري الاختبارات في ظروف جيدة وفي إطار احترام تام للبروتوكول الصحي لإنجاح هذا الموعد الهام. روبورتاج من الدخلة. في هذه الأجواء الاستثنائية وللسنة الثانية على التوالي بسبب ظروف استثنائية تمثلت في تداعيات فيروس كورونا المستجد، انطلقت بمختلف مراكز الامتحانات وفي احترام تام لإجراءات السلامة الصحية اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021. بالنسبة للامتحان كان في المتناول، وأسئلة كانوا اعتيادين كما كانوا في الدروس. كانت الأجواء جيدة، الأسئلة في المتناول الجميع. نتمنى إن شاء الله بالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونتمنى ونخطيوا هذه المرحلة بخير وعلى خير، ونجيبوا النقطة اللي باغيين، ونتقبلوا في مدارس عليا مزيانة، ونتمنى التوفيق للجميع. الحمد لله الامتحان داز في أجواء جيدة، الأساتذة اللي حارسين ولا اللجنة المفتشين كاملين كانوا قاموا بعمل جيد. يجتاز حوالي 2299 مترشح ومترشح للامتحانات، بينهم 1338 من فئة المتمدرسين، أي ما يمثل 40%، وسط سلسلة من التدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها في إطار بروتوكول صحي صارم من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين. انطلقت الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2021 في ظل اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للسنة الثانية على التوالي، ارتباطا بالبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. الإجراء الأول الذي يدخل في إطار هذه الإجراءات هو توزيع المترشحين إلى أقطاب. يعرف إجراء هذا الاستحقاق الوطني استعمال العديد من المنشآت والمؤسسات التعليمية من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي بين المترشحات والمترشحين كما جرى السنة الماضية. وللحديث عن أجواء الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ينضم إلينا مباشرة من الدخلة السيد محمد كراد، رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية لوادي الذهب. مرحبا بكم سيدي، ونبدأ معكم بالإمكانيات المادية واللوجستيكية المسخرة لإنجاح هذا الاستحقاق التعليمي الوطني على مستوى الجهة. شكرا، نشكركم على الاستضافة. بالنسبة للجهات الداخلة والذهب فهي كجميع السنوات الماضية تعرف نجاحا باهرا لهذا الاستحقاق الوطني بخصوص جميع المكونات ديالو، وبسبب تضافر جميع الجهود ديال جميع المتدخلين في تدبير هذه الامتحانات، ونخص بالذكر أطر الإدارة التربوية وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه أيضا والتخطيط التربوي وأطر التدريس، اللي بهذه المناسبة وباسم السيدة مديرة الأكاديمية والسيد المدير الإقليمي نشكرهم على حرصهم الشديد على تفعيل مبدأ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. إذن بالنسبة لهذه السنة دورة 2021 واللي كتعرف الجهاز مكونين اثنين، اللي هو مكون امتحان الجهوي الموحد ومكون امتحان الوطني الموحد، تم تخصيص على مستوى الجهة 10 مراكز للجهاز هذا الاستحقاق الوطني، واحد منها على مستوى مديرية أوسرد. بالنسبة للمكون الجهوي اللي انطلق في يوم 27 بالنسبة للمترشحين الأحرار يوم 27 ماي، وبالنسبة للمتمدرسين يوم 31 ماي،
فهو داز في ظروف جيدة ويعرف مشاركة ما يقارب 2100 ديال المترشحين، تقارب نسبة فيهم ديال الإناث إلى 50% و931 مترشحين الأحرار. بالنسبة للمكون ديال الامتحان الوطني فهو يعرف مشاركة ما يقارب 1300 ديال المترشحين، نصفهم تقريبا من الإناث. وعلى مستوى مديرية إقليم أو سرد فعدد المترشحين بالنسبة للجهوي يقارب 19 وبالنسبة للوطني يقارب 25. طيب كيف لمستم أجواء سير الاختبارات ومدى الالتزام بتدابير الوقائية الرامية إلى الحفاظ على السلامة الصحية للجميع؟ نعم، فعلى مستوى الجهة الحمد لله بتضافر جميع الجهود سواء على مستوى الأكاديمية أو على مستوى المجلس العلمي اللي انخرطوا في واحد الحملات تحسيسية من أجل التعريف بالتعريف بواحد المجموعة من الأمور السلبية والتحسيس بخطورة وباء كوفيد. فالأمور تمر الحمد لله تمر في ظروف جد جيدة بطبيعة الحال من خيرات جميع المتدخلين. وكيفما سبق ذكر ذلك فكاين واحد مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب كوفيد اللي تم التفعيل ديالها بداية من الموسم السابق واللي هذه السنة تم تصدير ديالها في دفتر المساطير الذي هم هذه الامتحانات. وهذه الإجراءات فهيتهم أولا تقسيم هذه الامتحانات إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى تهم الأحرار بالنسبة للامتحان الجهوي، والمرحلة الثانية والثالثة فهيتهم الجهوي بالنسبة للمتمدرسين، وخصصت المرحلة الرابعة والخامسة للامتحان الوطني بالنسبة للمتمدرسين والأحرار. إذن هذا كإجراء أول لكي يعطينا واحد الإمكانية ديال أننا نستغلوا الإمكانات اللي عندنا من أجل أن تمر جميع الامتحانات في ظروف جيدة. بالنسبة للإجراء الثاني فهو الوسائل، توفير جميع الوسائل المتعلقة بالتعقيم وبالنظافة وبالتشوير وأيضا الكمامات داخل مراكز الإجراء، واللي الأكاديمية حريصة منذ السنة الماضية على توفير جميع الأمور اللوجستيكية والمادية من أجل أن تكون الحيطة والحضارة حتى تمر هذه الاستحقاقات دون خسائر. شكرا لكم على هذه التوضيحات السيد أحمد كراد رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية لوادي الدهب. بعد نجاح النسخة الأولى تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج نافذة لدعم ولوج نساء ورجال التعليم للوسائط الرقمية من حواسيب وأنترنت. البرنامج يندرج ضمن خطة عمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين للعشرية 2018-2028. عبد الحميد جبران وياسين مرافق. تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم من بين أولويات برامج إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمملكة، وبرنامج نافذ في نسخته الثانية يروم تعزيز ولوج أسرة التعليم للعالم الرقمي وتوطيد اندماجهم في مجتمع المعرفة من خلال دعم حصولهم على أجهزة حاسوب والربط بالأنترنت. سبقني وأن استفدت من النسخة الأولى من برنامج نافذة، ولقد كانت تجربة مفيدة وساهمت في الانفتاح على تكنولوجيا المعلومات وإدراجها في التدريس. واليوم مع متطلبات العصر الرقمي والظروف التي فرضها وباء كوفيد 19 تكون هذه المبادرة التي تطلقها مؤسسة محمد السادس اليوم أكثر راهنية. نستفدنا من نافذة واحد ودابا نافذة جوج، إن شاء الله جميع الموظفين يستفدوا ورجال التعليم وكاع لي زاديرون ديال مؤسسة محمد السادس، وبزاف ديال الحوايج داروهم كنشكرهم بزاف. بفضل هذا البرنامج سيستفيد المنخرطون من دعم بقيمة 2000 درهم عن كل عملية شراء لجهاز حاسوب، فضلا عن تخفيض بنسبة 25% عن أسعار الاشتراك بالأنترنت عبر الألياف البصرية أو شبكات الجيل الرابع اللاسلكية. برنامج سيساهم في تحسين ظروف عمل نساء ورجال التربية والتكوين في سياق كان فيه للوسائل الرقمية الحديثة دور أساسي في استمرار العملية التعليمية في ظل الجائحة العالمية. ولمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع نربط الاتصال المباشر بالسيد يوسف البقالي رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. مرحبا بكم سيد البقالي، وبداية
إلى أي حد يساهم برنامج نافدة في تعزيز ولوج نساء ورجال التعليم للتكنولوجيا الرقمية؟ شكرا السيدة لطيفة على هذه الفرصة. كما هو في علمكم المؤسسة كانت سباقة في توفير كل ما هو جهازات حاسوبات والإنترنت لرجال ونساء التعليم، وذلك منذ 2008، بحيث أنه استفدت 150 ألف منخرط ومنخرطة من هذه النافذة واحد. واليوم كاين النسخة الثانية للمؤسسة كتوضعها مرة أخرى تواكب كل انتظارات رجال ونساء التعليم في هذا الميدان هذا، ووضعت واحد الميزانيه ديال 300 مليون ديال الدرهم اللي غادي تدعم بها 150 الف منخرط من منخرطه باش يقتنيوا الحاسوب ديالهم بواحد المنحه اللي هي ديال 2000 درهم لكل مستفيد. هذا غير بالنسبه للحاسوب. اما فيما يخص الاشتراكات بالانترنت، فالمؤسسه وقعت مع ثلاثه شركات الاتصالات اللي كاينه في المغرب باش تمكن 435 الف منخرط ومنخرطه من تخفيضات تصل الى 25%. وهذا ال 25% ملي كتكون على واحد الكونترا ديال 24 شهر، القيمه ديالها كتقدر تفوق 2000 الى 2500 درهم ديال التوفير اللي كتكون عند رجال ونساء التعليم. فهذه دورة ثانية، وكنتمنوا إن شاء الله باش حتى هي تعطينا النتائج اللي كنا كنستوخم منها باش يتم تحسين جودة التعليم. طيب كيف سينعكس هذا البرنامج؟ كيف سينعكس هذا البرنامج على جودة التعليم وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التربية والتكوين؟ ما يمكن له ينعكس غير ايجابيا، بحيث منين غادي يكون عند رجال ونساء التعليم الحاسوب ديالهم والاشتراكات في الانترنت حتى هي مخفضه، غادي يمكن لهم يقوموا بالعمل البيداغوجي ديالهم. وكما هو في علمكم اليوم التعليم عن بعد خدا واحد الطرف كبير في الدراسه ديال الاطفال، فما يمكن له غير ينعكس بواحد الايجابيه كبيره، علما بان الوزاره اللي هي شريكه ديال المؤسسه وضعت عده كونتوني الكترونيك لرجال ونساء التعليم، وقامت بعده دورات ديال التكوين، والتكوين مستمر في هذا الميدان هذا. يعني اللي كنتمناه في الاخير هو انه جوده التعليم تكون احسن، ان الاطفال ديال المغاربه والجيل الصاعد ان شاء الله يكون عنده كل الظروف، وباش نجحوا هذاك الشيء خص ولا بد تكون الظروف جيده لدى رجال ونساء التعليم، سواء على المجال البيداغوجي ولا على المجال الاجتماعي. شكرا لكم على هذه التوضيحات السيد يوسف البقالي، رئيس مؤسسه محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه للتربيه والتكوين. برنامج كفاءات للجميع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي مشروع يهدف إلى خلق شبكة من الشراكات في مجال التكوين المهني مع تعزيز الحكمة الجهوية للقطاع وضمان ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل. المشروع يختتم اليوم فعاليته بربا تحت شعار التكوين المهني مشاركة تبادل من أجل تنمية مجالية عادلة. حنان أرسلان وياسين المعزي. توحيد جهود المتدخلين في مجال التكوين المهني سواء بالقطاع العام أو الخاص هدف سطره برنامج كفاءات للجميع الذي انطلق سنة 2017 من أجل تكوين شبكة من الشراكات بكل من شمال وشرق المملكة. اليوم البرنامج يختتم فعالياته بعد أن استفادت منه 11 جمعية مقدمة المواكبة والدعم للفئات الهشة. الجمعية رواد التغيير استفدت من مشروع ممول من في إطار المشروع كفاءة للجميع. هذا المشروع خدمنا عليه في وجدة وفي العيون سيدي ملوك، كنا خدمنا مع جوج ديال الفئات مستهدفة مختلفة، نساء اللي في وضعية هشاشة بمدينة وجدة 25 امرأة، وخمسة ديال التعاونيات اللي كانوا ديجا اكزيستون وخاصهم تعزيز القدرات ودعم القدرات ديالهم. هذا النهار قدمنا النتائج النهائية نتاع المشروع، والمشروع ديالنا كيهدف تقوية القدرات التقنية، تقوية القدرات في إدارة المشاريع وحتى في ريادة الأعمال بالنسبة للمنظمات التعاونية. وحنا ناسيبلي واحد لو سيكتور اللي هو تري امبورطون اللي هما تعاونيات نسائية في المنطقة نتاع الجهة الشرقية.
كفاءات للجميع مشروع يموله الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت 2.4 مليون أورو. Beaucoup d'acteurs intervenaient sur le sujet de la formation professionnelle. عدة جهات كانت وما زالت تتدخل في مجال التكوين المهني، لكن ليس بالضرورة بشكل منسق. بشأن تبادل الأهداف، كان كل طرف يطورها من جانبه. اليوم مشروع كفاءات للجميع مكن من وضع قاعدة موحدة لتبادل المعلومات بين المتدخلين في المجال. مشروع كفاءات للجميع مبادرة تنسجم مع خارطة طريق التكوين المهني والنموذج التنموي الجديد لتفعيل مقاربة جهوية تلائم التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل ومع التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي. على صعيد الدولي، أعلنت مصادر فلسطينية اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم 2 من قوات الأمن فجرا خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام مقر الاستخبارات الفلسطينية في المدينة. وقد أدانت السلطة الفلسطينية على لسان المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو رودينة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أول جولة له خارج بلاده منذ توليه منصب الرئاسة في البيت الأبيض في يناير الماضي، وقد استهل هذه الجولة من أوروبا وبالضبط من بريطانيا أول محطة في هذه الجولة، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويوقع الجانبان ميثاقا أطلسيا جديدا، كما سيتم عقد قمة مجموعة 7 من الجمعة إلى الأحد. رئيس بايدن أعلن على هامش هذه الجولة أن الولايات المتحدة عادت داعيا إلى تعاون دولي للبناء ما بعد جائحة كوفيد-19 وإعادة الانطلاق بالعلاقات الدبلوماسية الأمريكية بعد مرحلة الرئيس دونالد ترامب. في إطار مواكبة برنامج غرس الأشجار المثمرة وغيرها من سلاسل الإنتاج الفلاحي ودعم العاملين في هذا المجال لتطوير إنتاجهم بطرق حديثة، تم بإقليم شفشاون توزيع معدات لتتمين الفلاحي لفائدة التعاونيات الفلاحية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون والجمعية الفلاحية قصد الاستفادة من الوسائل الكفيلة بتحسين عمل التعاونيات الفلاحية. فنى شاكر العلوي وعبد العالي كنوني. بعدما كان في حاجة لمعدات تساعدهما على تطوير إنتاجهما الفلاحي كل بحسب سلسلة إنتاجه، محمد ويوسف استفادا من معدات التسمين الفلاحي التي تعمل على توزيعها المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون لفائدة الجمعيات الفلاحية لتقوية عمل التعاونيات وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي المتنوعة بالإقليم. التعاونية ديالنا سيدي جات واحد اللحظة كنا محتاجين شي آليات، كنا كنديروا العسل في البلاستيك في لومبالاج ديال البلاستيك، ودابا الحمد لله المديرية الإقليمية للفلاحة وفرتنا باش كنوفروا نديروا العسل في إينوكس، جابتنا الماتريال ديال إينوكس وجابتنا الآليات التعمير ديال العسل. هاد الماتريال يعني ضروري للفلاح باش ينقي على الزيتون ديالو، باش يعني ضروري يعني عيد ذكاء يعني كو يعني واحد الشاقر مزيان واحد المنشار مزيان واحد المقص مزيان، يعني من خلال واستفدنا يعني تم تلك الأيام التكوينية وذاك باش يعرف الفلاح كيف يستعمل هذا الامور هذه. توزيع معدات التثمين الفلاحي بحسب متطلبات التعاونيات وسلاسل الانتاج الفلاحي المتعدده باقليم شفشاون يهدف الى تحسين ظروف عمل التعاونيات وحث الفلاحين على التعامل بطرق حديثه مع الانتاج لتحسين دخلهم. استفدوا من التوزيع ديال مجموعه من المعدات، سواء المعدات الخاصه بالتثمين فيما يخص يعني سلسله النحل، المعدات الخاصه بالتثمين ديال سلسله ديال الزيتون، المعدات الخاصه بالتثمين ديال سلسله اللوز، وكذلك مجموعه من المعدات الاخرى كمعدات الانتاج ديال الكسكس وغيرها. هاد المعدات هادو غادي يكون عندها واحد الاهميه قصوى فيما يخص يعني تحسين المستوى ديال التعاونيات، وكذلك غادي يكون عندها واحد الاثر ايجابي على تحسين طرق الإنتاج بطرق عصرية وحديثة.
بمجال شفشاون الفلاحية الشاسع، مبادرة توزيع المعدات الفلاحية على التعاونيات تشكل دعما جديدا للعاملين بهذا المجال لتطوير عملهم، بما يساهم في تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة. ونربط الاتصال مباشرة من شفشاون بالسيدة مريم روزي، مهندسة بالمديرية الإقليمية للفلاحة. مرحبا بك يا سيدة روزي. إذن إلى أي حد تساهم عملية توزيع المعدات الفلاحية على التعاونيات في الرفع من الإنتاجية وتحسين المردودية بالنسبة لسلاسل الإنتاج الفلاحي بالمنطقة؟ اولا كنشكركم على الاستضافه ديالكم، وكنبغي نشير لان المديريه الاقليميه للفلاحه بشفشاون كتلعب دور مهم جدا في مواكبه التعاونيات الفلاحيه، وذلك على عده مستويات. كما لاحظتوا في الروبورتاج، كتقوم المديريه الاقليميه للفلاحه بتزويد التعاونيات بعده الات ومعدات لتسهيل عمليات الانتاج، سواء الخاصه بسلاسل انتاج الزيتون، التين، الرمان واللوز كمعدات الجني والصيانه، او الخاصه بسلسله العسل كخلايا النحل الممتلئه والفارغة، ومعدات الجني واستخراج العسل. هذا التزويد كيكون الهدف ديالو هو إدخال وسائل عصرية للإنتاج، الرفع من منتوجية الفلاحين وتحسين مردوديتهم. ما كيقتصرش دور المديرية الإقليمية للفلاحة على مرحلة الإنتاج، وإنما كيتعداه لمرحلة التسويق، حيث يتم تزويد التعاونيات الفلاحية بمعدات التلفيف والتغليف لومبالاج، ويساعدها للولوج إلى الأسواق عبر المشاركة في المعارض الفلاحية. طيب، بعد الاستفادة من المعدات أكيد أن هناك خطوات أخرى لتطوير عمل هذه التعاونيات الفلاحية. نعم، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، أولت المديرية الإقليمية للفلاحة اهتماما خاصا بالتعاونيات الفلاحية، ذلك لاعتبارها من التنظيمات المهنية الحاملة للمشروع واللي كتساهم بشكل مباشر على النجاح ديالها. لذلك يرتقب دعم وإحداث تعاونيات الخدمات الفلاحية اللي غيكون الدور ديالها الأساسي هو مواكبة الأنشطة الفلاحية، دعم المزارعين وخلق مناصب للشغل. هاد التعاونيات الفلاحية غتكون مكونة خاصة من شباب الإقليم الذين استفادوا من تكوينات مؤهلة في مجال الفلاحة. شكرا على هذه المشاركة سيدة مريم روزي، مهندسة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون. بعد قرار الحكومة التخفيف من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، عادت المسابح لتفتح أبوابها أمام العموم مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية المعلن عنها. الروبورتاج التالي من إحدى المسابح بمدينة الفقيه بن صالح التي تستقبل أولى أفواج المصطفين. خديجة زروال، محمد بن تركة وعمر شليدي. الحياة تعود من جديد إلى المسابح بعد مدة من الإغلاق بسبب تداعيات الوباء. الصور من إحدى المسابح بمدينة الفقيه بن صالح التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، فكان هذا المسبح وجهة مفضلة للأطفال وساكنة المدينة باعتباره المتنفس الوحيد في هذه الأجواء الحارة. كل الإجراءات الاحترازية تم اعتمادها حتى يمر موسم الاصطياف في ظروف آمنة. اليوم أنا فرحانة بزاف، هكذاك صافي مو هادي ما جيت لابيسين وعمت، وفرحانة هكذاك جاي معايا خويا. صافي لونطو ما عمنا ما عشنا النشاطات اللي كنا موالفين كنعيشو، فرحة كبيرة. عطاتنا الحكومة باش نخدمو بالشروط ديالها، وحنا كنحتارمو الشروط ديالها، ترقبوا جودة المياه، التباعد، كنسهروا على راحة الزبناء. المؤشرة الإيجابية في منح الإصابة بالفيروس والتقدم الملموس في الحملة الوطنية للتلقيح منحت الآمال للمهنيين في موسم اصطياف جيد. نحن وكافة المهنيين نستبشر خيرا بهذا الموسم الصيفي، ونعقد أمل كبير على عودة الجالية باش تعطي تاهي واحد الزخم للتدفق السياحي باتجاه الوجهات السياحية، مما سيساهم في إنعاش القطاع والحركية، وبالتالي سيساهم في يعني الحفاظ على المزيد من مناصب الشغل. الحمد لله حاليا الناس بداو كيلتحقوا المسابيح، واخا أن 50% ما كافياش، والجالية كتشكل واحد النسبة كبيرة هنا بالمنطقة كما كتعرفوا. جهة من الخنيفرة الحمد لله كتسخر بعدة مناظر طبيعية، بعدة مناطق سياحية اللي نتمنى أي واحد يجي يزورها في المغرب.
الحياة تعود تدريجيا إلى مرافق الترفيه، لكن هذا لا يعني أننا في منأى عن الوباء الذي ما زال يعيش بيننا، فالتدابير الاحترازية تبقى ضرورية حتى يمر موسم الاصطياف في ظروف آمنة. رياضيا، وفي مؤجل عن الجولة 21 من البطولة الوطنية للمحترفين في كرة القدم، عاد فريق يوسفية برشيد الذي يوجد في آخر الترتيب، عاد بنقطة ثمينة من ميدان نهضة بركان بتحقيق تعادل بهدف لكل فريق. خالد شخمان. يضيق الخناق يوما بعد آخر على فريق يوسفية برشيد وهو يصارع الزمن والمكان في الرتبة 15. واجه نهضة بركان في المؤجل بعين على نقاط 3 كطموح مشروع ونقطة واحدة كأقل الخسائر. دافع بقوة عن مرماه وصنع هجمات متتالية أثمرت في الدقيقة 16 عن هدف أول عن طريق اللاعب عبد الصمد نياني. حاول نهضة بركان العودة وشن هجمات مسترسلة دون جديد، واستمر الصراع قويا وسط الميدان إلى حين طرد مهاجم يوسفية برشيد الأوغندي باتريك كادو في الدقيقة 55. التفوق العددي لفريق نهضة بركان انعكس إيجابا على هجماته ليتأتى له تسجيل هدف التعادل عبر العربي الناجي الذي سدد بقوة في مرمى يوسفية برشيد في الدقيقة 61. خشونة واضحة من مهاجم نهضة بركان البوركينا بجبريل شيخ وترى استحق عنها ورقة حمراء لتنتهي المباراة بتعادل هدف لكل فريق. قبل الختام نذكر ببلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنهي فيه إلى أصحاب الفضيلة سادة القضاة ومندوب الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر ذي القعدة ستكون يومه الخميس 29 من شوال 1442 هجرية، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة. وقبل توديعكم هذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. بتعليمة ملكية سامية، تدريبات المغربية الأمريكية المشتركة الأسد الإفريقي متواصلة بمنطقة المحبس بمشاركة جيوش من مختلف الجنسيات بهدف تعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تطلق النسخة الثانية من برنامج نافذة لدعم ولوج النساء ورجال التعليم للوسائط الرقمية من حواسيب وأنترنت. توزيع معدات لتتمين الفلاحي لفائدة تعاونيات الفلاحية بإقليم شفشاون قصد تحسين عملها وتطوير إنتاجها بطرق حديثة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.